بكم. أحداث إقليمية وعالمية شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي. برنامج عين على الإمارات يأتيكم بها هذا الأسبوع، معي أنا رشا عبد الهادي. بداية إلى أهم الأخبار. كشف أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أن تجارة الذهب عبر دبي قفزت من 6 مليارات دولار خلال 2003 إلى 70 مليار دولار خلال العام 2012 بنسبة تزيد على 20% من حجم التجارة السنوية الكلية للمعدن الأصفر عالميا. وأشار إلى أن تجارة دبي من الذهب ارتفعت بما قيمته 14 مليار دولار خلال العام 2012 مقارنة بالعام 2011، وهو العام الذي سجلت فيه تداولات الذهب 56 مليار دولار. وتوقع أن تجذب دبي المزيد من تجارة الذهب العالمية، وخاصة فيما يتعلق بقطع التخزين بالتزامن مع تغيير بعض الدول لرسوم التخزين مثل سويسرا. سددت البنوك الوطنية حتى الآن 33 مليارا و595 مليون درهم بنسبة 48% من إجمالي أموال دعم السيولة التي ضختها وزارة المالية الإماراتية في الشق الثاني من رساميل عدد من البنوك العاملة بدولة الإمارات اعتبارا من نهاية العام 2008 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والبالغة قيمتها الإجمالية 70 مليار درهم. وقد تمت عمليات السداد قبل مواعيد استحقاقها. وسدد مصرف أبوظبي الإسلامي كافة أموال الدعم الحكومي بمليارين ومئتي مليون درهم لوزارة المالية عقب حصول المصرف على الموافقات اللازمة من المصرف المركزي ووزارة المالية. على ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، ناقش اجتماع مجلس وزراء المالية العرب في دبي العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية. وأكد الوزراء العرب أهمية تضمين خطابات رئيس البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات هذا العام، والدعوة لمزيد من الدعم للمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول العربية. على وقع ضربات اقتصادية موجعة تتعرض لها العديد من الاقتصادات العربية، جاء اجتماع وزراء المالية العرب في دبي. اجتماع وضع لنفسه خطة عمل من خلال المبادرة التي أطلقها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤخرا خلال القمة العربية الاقتصادية في الرياض، والتي دعا فيها إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50%. دعوة بما لا يقل عن 50%، ونتأمل إن شاء الله بعض المؤسسات اللي تحتاج لدعم أكبر تحصل على زيادة أكبر من 50%، وهذا المتعشم إن شاء الله من المسؤولين ينظروا فيه، لأن اليوم دور المؤسسات ضمن التطورات اللي حاصلة في العالم العربي أصبح واضح ومهم جدا. وتواجه الأسواق العربية مشكلات جوهرية بسبب ارتفاع معدلات البطالة، حيث يقدر عدد العاطلين عن العمل في هذه الدول بنحو 17 مليونا، هذا إضافة إلى الحاجة لرؤوس أموال لضخها في مشاريع حيوية وخاصة في القطاعات الزراعية التي تحتاج إلى استثمارات تقدر بين 65 إلى 80 مليار دولار لردم الفجوة الغذائية الآخذة بالاتساع يوما بعد آخر. أقروا أن يعملوا زيادة رأس مال المصرح إلى 4000 مليون دينار كويتي، والرأس مال المكتتب يرفعوه من 2000 إلى 3000. 50% من الزيادة من 50% تحول من الاحتياطيات، وال50% من 50% الزيادة الدول تساهم بزيد زيادة في مساهمتها في خلال 5 سنوات. وتؤكد التقارير الاقتصادية أن النسب والأرقام والمعدلات ليست في أفضل حالاتها بالنسبة للاقتصادات العربية، فالنمو الحقيقي انخفض إلى 2.4% في 2011 بعد أن كان قد سجل 4.6% في العام الذي سبقه. ومعدلات الدين الخارجي تتراوح بين 22% إلى 86%، وتدفقات مالية خارجية انخفضت إلى 16 مليار دولار بعد أن كانت سجلت 20 مليارا. رغم أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن وزراء المالية العرب في هذا الاجتماع اتفقوا على مواجهة تلك التحديات من خلال تدعيم المراكز المالية لمؤسسات العمل العربي المشترك. رياض السعدي، CNBC عربية، دبي.
بعد مشاورات عديدة بين شركة كوانتاس وطيران الإمارات، وافقت سلطة تنظيم المنافسة الأسترالية على مشروع التحالف بين الشركتين، وذلك لمدة 5 سنوات من الآن. هذا التحالف يسمح للشركتين بتكييف السياسات في مجال الأسعار والمواعيد، كما يتيح لكوانتاس نقل مركز انطلاق رحلاتها من دبي إلى أوروبا، وذلك بدلاً من سنغافورة. دشنت طيران الإمارات وكوانتاس شراكتهما التاريخية بوصول أول رحلتين لكوانتاس من سيدني وملبورن إلى دبي في طريقهما إلى لندن، وتدشن الشراكة عهدا جديدا لكل من طيران الإمارات وكوانتاس ولصناعة الطيران العالمية، حيث ستتعاون الناقلتان لتقديم أفضل شبكة وقاعات ركاب وفوائد ومزايا لأعضاء برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين. تجمع هذه الشراكة بين اثنتين من أروع الشبكات، فالإماراتية تسافر إلى 65 وجهة عالمية في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويمكن لكوانتاس أن تعتمد عليها، بينما يمكن للإماراتية أن تضيف 31 مقصدا جديدا في أستراليا تصل إليها. إنهما شبكتان مذهلتان تكملان بعضهما البعض وتمنحان الزبائن الكثير من الخيارات مستقبلا. وستتيح الناقلتان أكبر أسطول من طائرات الإيرباص A380، وسيستخدم العملاء المبنى الوحيد على مستوى العالم المخصص لهذا الطراز من الطائرات في مطار دبي الدولي. المكسب الآخر الكبير من هذه الشراكة هو مجموعة المنتجات التي يتم توفيرها للمسافرين الدائمين، إذ يمكن للعملاء لدى استخدام أي من الناقلتين تجهير العديد من مكاسبهم عند السفر على إحدى الرحلات المشتركة، بما في ذلك اكتساب الأميال واستبدالها مقابل رحلات واستخدام الصالات الخاصة. ستكون قوة الإماراتية وانتشارها وخبرتها التجارية تحت تصرف كوانتاس، بينما ستستفيد الإماراتية من خبرة ناقلة عريقة تعمل منذ أمد بعيد وتحظى بمصداقية واحترام كبيرين في قطاع الطيران. وستجعل هذه الشراكة الرحلات الجوية الطويلة أفضل وأسرع من أي وقت مضى لملايين الأستراليين، وسيتمكن عملاء كوانتاس انطلاقا من مدن أسترالية من الوصول إلى 65 محطة في أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط، مع توقف واحد فقط في دبي، وذلك بفضل شبكة الخطوط المشتركة بين طيران الإمارات وكوانتاس. ويمكن لعملاء كوانتاس عند سفرهم عبر دبي مواصلة رحلاتهم والوصول مباشرة ومن دون توقف إلى أي من محطات شبكة خطوط طيران الإمارات الواسعة في أوروبا والمملكة المتحدة. وستوفر الناقلتان مجتمعتين 98 رحلة أسبوعيا بين أستراليا ودبي. وفي حوار خاص مع سالم عبيد الله نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى وأستراليا، أكد عبيد الله أن الشراكة مع كوانتاس ستجعل الرحلات الجوية الطويلة أفضل وأسرع من أي وقت مضى لعملاء الشركتين، حيث سيتمكن عملاء كوانتاس من الوصول إلى 65 محطة في أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط مع توقف واحد فقط في دبي. بسم الله الرحمن الرحيم. البارحة بدأت الاتفاقية، أول يوم من الاتفاقية برحلتين من كوانتاس، واحدة بدأت من سيدني وواحدة بدأت من ملبن. طيران الإمارات مثل ما تعرف بعد عندهم 84 رحلة في الأسبوع، وكوانتاس عندهم 14 رحلة في الأسبوع، وهذا ما يرفع معدل الرحلات إلى 98 رحلة من أستراليا إلى دبي. هذا يساعد الركاب كوانتاس الوصول إلى دبي بسهولة، ومن دبي إلى 70 محطة لطيران الإمارات، 35 محطة منهم إلى أوروبا، والباقي منهم إلى الوطن العربي وإلى أفريقيا. وكذلك يفتح لطيران الإمارات أبواب لركاب طيران الإمارات أبواب من في أستراليا إلى 31 محطة يوصلوا لها عن طريق كوانتاس الرحلات الداخلية. فهذا يساعد على زيادة عدد السواح لدبي، يساعد عدد السواح لأستراليا بعد لأستراليا، ويساعد على سهولة الوصول الراكب لأستراليا من أستراليا إلى دبي إلى أوروبا توقف واحد في دبي، وإلى الوطن العربي بتوقف واحد.
وكذلك يساعد ركاب طيران الإمارات من 35 محطة في أوروبا والباقي من الوطن العربي إلى أستراليا، سهولة الوصول إلى النقطتين. مثل ما تعرف بعد أن كوانتاس كان مقرها الرئيسي أو الهب مالها سنغافورة، الحين صار الهب إلى دبي. دبي مثل ما تعرف المطار مطار عالمي، مطار فيه الخدمات الموجودة، كثيرة خدمات موجودة، 180 شركة موجودة في مطار دبي. اليوم زادتهم الكوانتاس، فهذا يساعد على زيادة السياح إلى دبي كذلك، وهذا شركتين مستفيدات منهن كتجاريا مستفيدات من الشركتين. أحدث هجمات على الشركات الكبرى صدمت الرأي العام، وكانت سببا لسن 8 قوانين على الأقل لحماية المستهلك كان وراء سحب الملايين من السيارات من السوق. هو المرشح الأمريكي السابق للرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية رالف نادر، الذي التقيته على هامش مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك. تابعوا لقاء الحصري معه بعد الفاصل، ابقوا معنا. لوحة المعلومات برعاية ABS Securities. لوحة المعلومات برعاية ABS Securities. There are movements so perfect you'd hardly think they were made by humans. احتضنت دبي المؤتمر العالمي لحماية المستهلك ومعرض باور براندز 2013 بحضور 27 متحدثا من نخبة أصحاب الفكر وصناع القرار في حماية المستهلك والملكية الفكرية. يمثل قطاع التجزئة في إمارة دبي 40% من الناتج المحلي، ما يجعل قضايا حماية حقوق المستهلكين والتجار في صدارة القضايا التي تهتم بها الإمارة لتعزيز تنافسيتها. وتأكيدا منها على أهمية هذا الدور، عقد مؤتمر حماية المستهلك في خطوة جديدة لزيادة الوعي بين المستهلكين والتجار من خلال وضع علاقات متوازنة بين الطرفين. دشنا الدارة التنمية الاقتصادية سنة 2010 حملة اسمها كن على حق. الحملة هذه استهدفت طبعا المستهلكين والتجار على حد سواء. كانت الهدف منها اللي هو طبعا وضع سلسلة وحزمة من السياسات اللي تنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتعريف التاجر والمستهلكين والتجار والمستهلكين عفوا بهذه السياسات، بحيث أن يكون هنالك معرفة تامة. هذه الأمور تمخض عنها كثير من النتائج. أول شيء مدى تجاوب خلينا نقول المستهلكين مع الدوائر الاقتصادية في الإبلاغ عن حالات الغش التجاري. نحن كنا نتكلم عن تقريبا خلينا نقول 90
100 شكوى في السنة في سنة 2009، اليوم نحن نتكلم عن 8778 شكوى سجلت في سنة 2012، ونتوقع العدد يزيد. وسلط المؤتمر الضوء على كيفية قيام الحكومات والشركات التجارية بمحاربة المنتجات المقلدة، كما شهد سلسلة من الجلسات المفتوحة والحلقات النقاشية حول أفضل الممارسات الدولية في حماية المستهلك، والتي تمكن ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من تطوير أعمالهم وتعزيز ثقة المستهلك الذي يشكل عاملا رئيسيا في رفع مبيعات العلامات التجارية وتجارة التجزئة. هنالك مقاييس وضعناها ل خلينا نقول تدشين المنتجات، يجب ان تكون منتجات ذات اثر توعوي للمستهلك. على سبيل المثال ان شركه للبخور راح تعرض كيفيه تفريقك بين البخور المقلد او المضر، اللي هو طبعا احنا عندنا شيء يسمونه العود، العود الهندي. هذا طبعا في كثير من الناس ما بيعرفون كيف يفرق بين المقلد وبين الاصلي، فالشركه هذه راح تكون معنيه بان تخطر او تعلم المستهلك باليه التعرف على الاصلي والمقلد. وتعتبر قطع غيار السيارات والمواد الاستهلاكية من المواد الأكثر تعرضاً لانتهاكات الملكية الفكرية خلال عام 2012، وقد شهدت مؤشرات حملات الضبط في الدوائر الاقتصادية الإماراتية نمواً ملحوظاً في ضبطيات تلك المنتجات خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011. وقد شهد العام الماضي إقبالا من أصحاب الشركات والعلامات التجارية العالمية التي تعمل في أسواق المنطقة على خطط مكافحة التقليد والانتهاكات، ما ظهر عبر ارتفاع المشاركين في مجلس أصحاب العلامات التجارية في دبي خلال العام الماضي، ليصل إلى 52 شركة مقارنة ب 36 شركة خلال عام 2011. على هامش مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك، التقيت رالف نادر المرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ومستشار حماية المستهلك. كان من الصعب توقع تحركات هذا الرجل السبعيني، فاهتماماته تخطت سلامة المستهلك وتعدتها إلى مجموعات مدنية أثرت على قوانين الضرائب وأنظمة الطاقة وبرامج الصحة. ليس هناك الكثير من الثقافة المدنية، فالثقافة المدنية القوية مع الحقوق وإيجاد الحلول هي وحدها ما يجعل الحكومات تتجاوب، وإلا فإن الحكومات تعكس القوتين العسكرية والاقتصادية في أي بلد في العالم، فهؤلاء هم من يدعمون الحكومات ويؤمنون الوظائف للمسؤولين بعد أن يغادروا الحكومة، وهم من يمولون ما يسمى بانتخاباتهم. هذا الأمر نجده في كل مكان، يجب أن ينهض المواطنون وينظموا أنفسهم، والأمر بسيط جدا وأسهل مما يعتقد المرء، وإلا فإنه سيكون لديك حكومة تعكس القوتين العسكرية والاقتصادية. في مناسبة كهذه، كيف تقيمون وجود علامات تجارية كبرى كالتي رأيناها في مؤتمر المستهلك؟ هم لم يسوقوا للطعام الشرقي، صحيح؟ هل رأينا البابا غنوج والحمص والكبة النية والكبة بالصينية؟ لقد كانوا يعلنون إلى حد كبير عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية التي تؤدي إلى سمنة لدى الشباب، والمشروبات التي تحتوي على السكر. الدسم والملح والسكر هي الأشياء الثلاثة التي خربت صحة الناس في أمريكا. هناك الكثير من السكر والدسم والملح، والطعام بكميات ضخمة. ففي مطعم والدي كانت الهمبرجر بهذا الحجم، أما الآن فهي بهذا الحجم ومليئة بالدسم. ألا ترى أن وجود هذه العلامات التجارية في هكذا فعاليات هي بمثابة ترويج لفكرة مساعدة المستهلك لا أكثر؟ ربما إذا أصغوا إلى المستهلكين هنا سوف يتعلمون منهم، وسيدركون أنه في نهاية المطاف الديمقراطيات العادلة فيها اقتصاديات أكبر وثروة أكبر للجميع، بما في ذلك الشركات الكبرى. الدكتاتورية والحكم الاستبدادي غير مفيدين للاقتصاد. تاريخيا كانت البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية بالحجم ذاته، وكلاهما فيهما الكثير من المواد الخام والأراضي الشاسعة، لكن البرازيل رزحت تحت الحكم الملكي والدكتاتوري، وحتى 10 سنوات خلت كان حجم اقتصاد 180 مليون برازيلي أقل من حجم اقتصاد 33 مليون من سكان ولاية كاليفورنيا. الديمقراطية جيدة لقطاع الأعمال. ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها للحكومات من خلال شاشة CNBC عربية؟
أعتقد أن الحكومة هنا لديها بلد فيه طاقة شمسية رائعة ستدوم لآلاف السنين، حيث أصبحت الطاقة الشمسية الآن أرخص أكثر فأكثر، وهناك العديد من الابتكارات مثل الخلايا الكهروضوئية وتقنيات الكهرباء الحرارية الشمسية والطاقة الشمسية السلبية وطاقة الرياح والأمواج. لا أرى أي مبرر لتعريض الإمارات العربية المتحدة للمفاعلات النووية، فهي باهظة التكلفة ويمكن أن تتعطل وقد تتسبب بالكوارث كما حصل في فوكوشيما، حيث حدث تلوث في مئات الكيلومترات المربعة بشكل يمنع الحياة فيها مستقبلا، عدا عن تهديدها للأمن القومي عند نقل الفضلات المشعة، وهو خطر حقيقي طبعا. وفي الولايات المتحدة الأمريكية لن تمول وول ستريت إنشاء المفاعلات النووية دون قروض مضمونة 100%، مما يعني أن وول ستريت حتى تنظر إلى هذا الاستثمار على أنه خطر نوعا ما. لذلك آمل أن تعيد الإمارات العربية المتحدة النظر في عقودها مع كوريا الجنوبية وروسيا، وأن تصبح الدولة الرائدة في العالم التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية. صرحت للإعلام أنه إذا ضبطت الحكومات أسعار النفط فإن المستهلك سوف يكون محميا بشكل أكبر، ما تعليقك؟ إحدى الطرق هي في فرض ضريبة الكربون مما يرفع أسعار النفط والغاز والفحم، لكن يمكن تخفيض هذه الضريبة على الأشخاص الأقل دخلا. أولا، في الولايات المتحدة الأمريكية هناك 500 مليون دولار يمكن أن يستفاد منها في كثير من الأمور مثل الرعاية الصحية وإصلاح المرافق العامة. وثانيا، ذلك سيعزز التنافسية في التحول نحو الطاقة الشمسية والكفاءة. عندئذ ستقول شركات السيارات أن أسعار الوقود ترتفع، لذلك من الأفضل أن ننتج بشكل أسرع سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وأسرع. هذا الأمر مفيد للجميع، وقد دعمه صندوق النقد الدولي في تقرير له قبل أيام، وليس هناك من سبب لعدم القيام بذلك سوى قصر نظر السياسيين الذين يبحثون عمن يمول لهم حملاتهم الدعائية. فاز الجواد أنيمال كينغدم بمسابقة كأس دبي العالمي في دورته 18 ليحصل بذلك على جائزة قيمتها 6 ملايين دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ قيمتها 10 ملايين دولار، وتبلغ قيمة جوائز بطولة كأس دبي العالمي 27 مليون و250 ألف دولار، منها 10 ملايين دولار جوائز شوط كأس دبي العالمي وحده، وهو المعروف بأنه أغلى سباق خيل في العالم. فاز الجواد الأمريكي أنيمال كينغدوم ملك مزرعة أروفيلد وتيم فالور وفارسه الأمريكي جويل روزاريو ببطولة كأس دبي العالمي في دورته 18، وحصل على الكأس وجائزة بستة ملايين دولار من إجمالي جوائز شوط كأس دبي العالمي والبالغة 10 ملايين دولار، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز السباقات التسعة 27 مليون و250 ألف دولار، منها 10 ملايين دولار جوائز شوط كأس دبي العالمي وحده، وهو المعروف بأنه أغلى سباق للخيل في العالم. وقد أقيم كأس دبي العالمي على حلبة الميدان في دبي يوم 30 من مارس الماضي برعاية طيران الإمارات والأسواق الحرة. بالنسبة لطيران الإمارات والديوتي فري دائما تحرص دائما بالنسبة لإنجاحك الأحداث المستمرة في دولة الإمارات، وبلا شك يمكن تواجد ديوتي فري أو طيران الإمارات من بداية هذا السباق قبل 18 سنة هو أنا أعتبره واجب وطني أيضا، ونجاح لهذا الحدث الكبير على كل المقاييس، خاصة يشاهد من قبل ملايين من الناس في العالم. ويعد فوز أنيمال كينغدوم هو الفوز الثامن للخيول الأمريكية في كأس دبي العالمي منذ انطلاقته عام 96، والذي شهد فوز الإمارات باللقب 8 مرات، في حين فازت كل من اليابان والبرازيل باللقب مرة واحدة. كان هناك أحسن رائع في الكأس، حصاننا كان لائقا جدا، ومدربنا كان واثقا وسارت الأمور على ما يرام. لقد أصغيت إلى حصاني الذي أوصلني إلى خط النهاية وجعلني أربح السباق. وعرفت السباقات حضورا مميزا من المهتمين بعالم رياضات الخيول من كافة أنحاء العالم ومن المنطقة العربية،
كما يتوقع أن تحقق استضافة الحدث على أرض دبي جذبا سياحيا وزيادة في معدلات الإشغال ودعما للسياحة الرياضية في الإمارة بشكل عام. والله سباقات اليوم صراحة حاجة مشرفة، أنا حاجة يعني تقام في دولة عربية. أنا جاي من السعودية، من سباقات السعودية، أنا خيال في السعودية، وصراحة ما أفوت يعني احتفال زي كذا. والله في حصانين وكلهم جاي من أمريكا وهم مرشحين، بس في حصان لمحمد بن راشد راكبة كرم فلون على ما أتوقع، وهذا حصان كويس بعد. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج عين على الإمارات. لمزيد من الأخبار تابعونا في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.